la 31e édition du Tour du Maroc, placée sous le patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, a pris son envol ce matin vers Meknès sur une distance de 157 km avec la participation de 22 pays représentant les continents africains, Afrique, Europe, Asie et Amérique. Je suis très content que la caravane ici va sillonner toutes les villes candidates pour abriter les phases finales de la Coupe du Monde 2026 au Maroc, notamment commençant par Rabat, Meknès, Fès, Marrakech, Agadir, Ouarzazate, toutes les villes presque qui sont candidates. في المغرب للدراجات هو أصبح موعد الأكثر انتظار عند عشاق الدراجة وأيضا عند الجماهير المغربية اللي شغوفة بسباق الدراجات واليوم انطلاقة بالرباط في هذه الأجواء الاحتفالية وأيضا كنشوفوا هنا هذا اليوم كيتزاموا الاحتفال العالم والمغرب باليوم العالمي للرياضة وهذا مهم جدا للمجتمع المغربي وأيضا الأسرة الرياضية المغربية أن يتواكب الأحداث الرياضية بامتياز وتواكب هذه الأحداث هو رياضي بامتياز ولكن أيضا عنده واحد طابع آخر كاين طابع السياحي لأنه المشاركين كاملين من 20 دولة غادي يشوفوا واحد المناطق تضاريسية متنوعة ما بين السايس ما بين جبال الأطلس ما بين أيضا السوس وهذا التنوع الطبيعي والجغرافي وأيضا التنوع الثقافي والحضاري غادي يعطي واحد دفعة أخرى الجانب السياحي المغربي وحنا المغرب أيضا في إطار دعم ملف ترشيح المغرب للمونديال 2026 كنظن أننا كنا غادي نعيشوا على مدى أسبوعين حدث رياضي كبير على مستوى الوطني والدولي.